صباح الجمال. يا ترى مين جرب يا جماعه البشاميل في الطواجن؟ اللي ما جربش البشاميل في الطواجن مش قادر اقول لكم فايته كتير جدا. شايفين الجمال؟ هو طبعا الشكل بيتكلم عن نفسه. ايه رايكم في الجمال والحلاوه؟ النهارده هنعمل بشاميل بطريقه حلوه جدا. اول حاجه حله ميه كبيره، سلقت المكرونه اللي طبعا الكميه اللي تناسبك، تمام، بصلايه كبيره كده اهوت عليها شويه سمنه ومعلقه من الزيت، وتشوحي البصلايه كويس جدا جدا، وبعد كده دي للتعصيجه بتاعت اللحمه. معايا نص كيلو من اللحمه المفرومه، هبدا ان انا اضيفه. عايزه اقول لكم ما شاء الله نص كيلو لحمه مفرومه، عملت 3 طواجن دول واتبقى تقريبا بتاع نص ولا حاجه. زي ما انتوا شايفين كده اهوت، هنزل المفروم بتاعي وابدا اقلب فيه كده لغايه لما يتعصج معايا خالص، ونبدا نحيقه بالحياء اللي متوفر عندك، يعني شويه ملح شويه فلفل اسود، لو حابه ترش مثلا رشه جوز الطيب كده مفيش اي مشكله، مش حابه خلاص خالص، ومعلقه كده بهارات من البهارات لحمه، بتخلي طعم بصراحه البشاميل في حته تانيه خالص. زي ما انت شايفه كده اهوت، تقليبه كده يمين وشمال وما تنشفهاش قوي، اول ما تبدا ان هي تغير لونها يبقى خلاص كده استوت معاك وبقت حلوه جدا. شايفين الجمال؟ خلاص كده ندخل بقى في الوصفه اللي بعديها اللي هي عباره عن بشاميل. النهارده هنعمل بشاميل بطريقه حلوه جدا، وهقول لك اضافه ليه تخليه لك بجد طعمه كده لشنه ورنه. شويه سمنه وشويه زيت، وهحط 3 معالق كبار من الدقيق لان انا بحب البشاميل يكون كتير، واقلب فيه كويس جدا كده اهوت، وتفضلي تقلبيه كويس جدا لغايه لما لونه يبقى داخل على البني كده شويه، تشمي ريحه الدقيق. اول ما تشمي ريحه الدقيق تعرف ان هو كده خلاص استوى وبقى حلو جدا جدا. زي ما انت شايفه كده اللهم بارك ايدك فيه كده على طول ماشي، واول ما تضيفي له اللبن تضربي بقى كده بالمضرب اليدوي عشان ايه ما كاش معاك. تضيف اللبن طبعا تدريجيا على حسب القوام اللي انت عايزاه زي ما انت شايفه كده اهوت، وهنحيق بشويه ملح وشويه فلفل اسود فقط لا غير، وتقلبي كل ده كويس جدا جدا. وبصراحه انا كان عندي شويه كريمه لباني فانا قلت هضيفهم، لان بصراحه بتخلي التست بتاع البشاميل في حته تانيه خالص. جربيه، بس دي يا جماعه اختياري خالص، لو مش متوفره انا عارفه ان هي غاليه فما تحطهاش خالص. لو عندك شويه قشطه مثلا حطي حته قشطه ولا حاجه، بتخلي لك برده طعم البشاميل بتاعك حلو جدا. زي ما انت شايفه كده اهوت يمين وشمال لغايه لما يغلي معايا. انا بوريكم يا جماعه، هو كانت تقريبا ربع علبه ولا حاجه، بس بصراحه غيرت طعم البشاميل خالص، اقلب فيه كويس جدا وهوريكم القوام المظبوط يا بنات للبشاميل، ما يكونش تقيل وما يكونش خفيف، يكون متوسط بس ايه جاي للخفيف شويه، ده القوام المظبوط جدا جدا، تحس ان انت بتاكلي بشاميل بالكريمه كده ماشي. زي ما انتوا شايفين يا بنات كده انا ضربته بالمضرب زي ما انتوا شايفين، وهسيبه اول ما يبدا يغلي معايا، يبقى كده خلاص ده القوام المظبوط جدا جدا اللي هو المتوسط كده تمام. هحضر بقى الثلاث طواجن بتوعي، تعالي نشوف بقى هنملاهم ازاي. زي ما انتوا شايفين كده اهوت، اول حاجه انا معايا الطواجن العاديه جدا، هجيب المكرونه بتاعتي احط عليها معلقتين بشاميل واقلبها، ده بتساعد ان المكرونه بتاعتك تبقى ايه جوسي كده وطعمها حلو قوي وماسكه ببعضها في نفس الوقت تمام. زي ما انتوا شايفين كده اهوت، هما معلقتين بس، وهبدا بقى ان انا احط في الطاجن كده، يعني اعمل رق كده من تحت زي ما انتوا شايفين في الثلاث طواجن بتوعي، وبعد كده اجيب، يعني بصوا انا بظبط عشان بحيث ان كل طاجن يبقى واخد كفايته. زي ما انتوا شايفين كده اهوت، هجيب بقى المفروم بتاعتي وبرده احط في كل طاجن كده معلقتين ولا حاجه ما شاء الله اللهم بارك. عايزه اقول لكم ان الكميه المتوفره يعني نص كيلو من المكرونه، هعمل بيه بكره ان شاء الله حاجه تانية فكرة تانية. بص يا جماعة الطواجن ما بتاخدش يعني كتير ولا حاجة، بس بجد لما بتدخل الفرن وبتخرج بتبقى طعمها حلو جدا جدا. احط بقى المكرونة برضو من فوق من على الوش زي ما انتوا شايفين، وبعد كده احط البشاميل وادخلهم الفرن واطلعهم كده على الفطار، مش محتاجين جنبهم بجد وحياة ربنا غير طبق مخلل. احنا دايما يا جماعه بنشجع بعض وبندي افكار لبعض، الطواجن بجد في البشاميل بتديكي طعم حاجه من بره كده، فاهمين قصدي؟ طبعا كلنا عارفين ان الحاجه بتاعه الفرن في الطواجن بيبقى لا يعلى عليه. زي ما انتوا شايفين انا كده خلصت الرصه بتاعتي، احط بقى البشاميل كده اهوت من فوق، ويا سلام لو عندك شويه موزاريلا بتخليها لك بقى بصي فاخر من الاخر، بس انا ما كانش متوفر عندي فانا حطيت البشاميل بس وهدخلها الفرن كده، بس اهم حاجه يا دوبك تاخد غلوه من تحت وتولعها على الشوايه كده دقيقتين تلاتة ولا حاجة، بتاخد اللون حلو جدا، ما تخليهاش في الفرن تغلي يعني كتير كده عمالة على بطال، فاهمة قصدي؟ بتنشف كده وما بتبقاش ايه بخيرها زي ما بيقولوا كده. زي ما انت شايفة كده اهوت، انا خلصت كل الطواجن بتاعتي، ندخل الفرن ما بتاخدش يا دوبك هي غلوة واحدة وبتتولى عليها الشواية وخلاص بألف هنا وشفا. هتاكلوا بقى شوية مكرونة وهتدعولي. انا عايزة اوريكم شكلها كده في الاخر، شكلها تحفة يعني ما شاء الله كده تفتح النفس المقفول. بس كده يا بنات الفيديو ان شاء الله هيعجبكم جدا جدا، وجربوا الوصفه وادعولي بقى. انا كده خلصت الرصه، الثلاث طواجن ما شاء الله بقى ومعايا كده زي الفل كده زي ما انتوا شايفين. نبدا ان احنا ندخل الفرن، ويا دوبك هم 10 دقايق ولا حاجه وخرجوا معايا في منتهى الجمال والحلاوه. انا عايزه اوريكم الشكل في الاخر
بجد هيعجبكم جدا جدا. خلاص يا بنات انا كده دخلتها وخرجتها كمان من الفرن، ايه رايكم في الجمال والحلاوه؟ لا بجد ايه رايكم؟ تستاهل اللايك طبعا، ولو ما شاركتوش معايا في القناه دي الاشتراك فضل وليس امر. ايه رايكم في الجمال والحلاوه؟ لو عجبكم الوصفه ما تنسوش يا جماعه لايك وشير، واتمنوا من قلبكم الخير، واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله على خير، وتصبحوا على الف خير.